بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل في الجزء الرابع. كنا نتحدث في آيات من سورة الأنعام ابتداء من الآية 114، تحدثنا اليوم نكمل إن شاء الله، ولكن قبل نقدم ببعض المقدمات. القضايا اللي كانت مطروحة في الأجزاء اللي مرت تتعلق بمسألة اللحوم وأكل اللحوم واتجاهات النباتيين في العالم الغربي اللي شوي شوي يعني بصير لهم صوت، مع أنهم قلة بصبح لهم صوت كبير، لأنه أحيانا بعض الناس بتجده عنده قدرة في الجانب الإعلامي وإحداث ضجة وهو صغير، خاصة إذا في دعم. أيوة، خصوصا إذا في دعم مادي وغيره، أو أحيانا بعض السلطات بتتبنى مواقف القلة هاي فتبدو كأنها هي الناس، كل الناس. طيب، هو على أي حال المجتمعات الغربية هي شيء فشيء بتدفع ثمن بالنسبة لثقافتها، أو خصوصا لما بتتعامل بما يسمى بالحريات، وبتطلق الحريات أحيانا إلى درجة. في الرأسمالية كان في شعار بيقول دعه يعمل دعه يمور، ولكن مع التطبيق العملي، مع التطبيق العملي مثلا في الجانب الاقتصادي، بدوا يشعروا أنه لابد من نستثني على هذه القاعدة. فميزة المجتمعات الرأسمالية اختلفت عن الشيوعية أنها تحاول أنه تتدارك أحيانا بعض الأخطاء وتعدل. فبالتالي قاعدة دعه يعمل دعه يمر تم عليها استثناءات كثيرة، في حين يعني انهيار الاتحاد السوفيتي على فكرة، لأنه كان في على رأسه قيادات، كيف المثل بيقول لا تكن صلبا فتكسر، فكانوا متمسكين بدون مرونة في الاستثناءات انهار النظام. لكن المجتمعات الرأسمالية هي بتعدل 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 بتعدل، مرات بس بصير زي ما قالوا بصير الخرق إيش يتسع فلا يمكن رقعه، إلا إذا هم بدوا بالأسس، الأسس الفكرية والعقائدية، إنهم يغيروا. مش راح يغيروا في الأسس العقائدية والفكرية، وبالتالي المسألة تكبر وبيبدأ الأمراض الاجتماعية تستفحل. ولذلك كما هو معروف لما يقال عن أوروبا القارة العجوز، طب ليش العجوز؟ ليش ما تكون فتية؟ لما يقال إنه ألمانيا الإحصائية سنة 2000، من 2000 ل 2020 لابد إنها تستخدم 15 مليون مهاجر لداخلها حتى تستمر، طب ليش؟ إلى آخره. طب بيقدروا يستدركوا؟ معناته بدهم يهدموا الأسس اللي بدأوا، ويبدو أنهم عندهم مش نية أنهم يتخلوا عن هذه الأسس، مع أنه
بيدفعوا الثمن يوم بعد يوم. والآن بتجد يا سبحان الله الشيطان له سيطرة، كأنه عندما يغيب الحق، عندما يغيب الحق. لو نعطي أمثلة، أمريكا في العشرينات من القرن الماضي حاولت أن تمنع الخمر على فكرة لمدة سنوات قليلة، وأعدمت وأتلفت أموال وتفاصيل، ولكن في النهاية مين اللي تراجع؟ تراجعت الدولة، ما قدرت. في حين في بلاد المسلمين هذا الأمر بلزمش، هي الدولة بتحاول ممكن في بلاد المسلمين تنشر الخمر، وبتجد إنها يعني مش مفلحة كثير. هناك حاولت تمنع بالقوة. طب ليش حاولوا يمنعوا؟ لأنه هو بيعرفوا تماما المصائب اللي بتنتج عن الخمر. ويا سبحان الله شيء غريب هالإنسان، تجد الخمر ظاهرة في المجتمعات البشرية كلها إلا بلاد المسلمين. أنا أتكلم عن ظاهرة، مش معناته ما فيش، إنما يصبح فوق السطح ويصبح ظاهرة ما يمارسها الجميع. اخرج خارج العالم الإسلامي كله يشرب خمر. طيب ما أنتوا بتعرفوا أنه ضار وضرار وفاحشة على كافة المستويات، حتى اقتصاديا لو بده، مش فقط تتعلق بالإنسان وكفرد واقتصاديات البلاد إلى آخره، مش هذه القضية. ما بيحاولوش يستثنوا، مش يقولوا والله الخمر تؤدي إلى كذا 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 نتراجع. لا، اليوم بدهم يسلطوا إعلامهم على المباحات والأشياء اللي الله خالقها للبشر، لما بتتكلموا في اللحوم وبيخترعوا بعض الأمور، بيجوا يقول لك مثلا الأبقار بتخرج غاز الميثان، وغاز الميثان هذا يؤدي إلى كذا وكذا وكذا. طيب ما لهاش حل عندكم علمي لهذه المسائل للتخفيف من انبثاق غاز الميثان من الأبقار؟ طيب وهي واقفة على الأبقار ولا الدجاج كمان ولا ولا ولا؟ لا لا، هم أصلا بيقولوا لك ما يجوز أكل اللحوم من أصله. والغريب في النباتيين على فكرة أنه لما بيعملوا مظاهرات أحيانا بيكونوا عنيفين، مع أنه بلاد الحريات أبدا بدهم يفرضوا الرأي على الناس ولو بالقوة، وبيكونوا عنيفين مع الناس. طيب هذا من علامات، كما قلنا، علامات الانهيار. طيب الخمر، طيب وجت الشرائع كلها وحرمت الزنا. الزنا ظاهرة عامة في كل بلاد العالم إلا بلاد المسلمين. في بلاد المسلمين ظاهرة، مش ظاهرة، هو متنحي بالسر إلى آخره، لأنه لا يمكن أنه هذا الأمر يكون مش موجود. العبرة أنه هو فوق السطح ولا هو مكبوت. طيب وإيش أثار الزنا في على الأسرة، وإيش وإيش وإيش، والغرب وين وصل؟ وهو أصلا قضية التناقص في عدد السكان، بحيث تجد أنه نسبة الوفيات أعلى من المواليد، منين جاي؟ طيب فلو نيجي للكلاب، وصل الكلب إلى درجة أنه ينام مع الناس في أسرتها في البيوت، وسخرت الناس للكلاب، سخرت لخدمة الكلاب. طيب والدين الإسلامي إذا بتلاحظوا من أصله هو منع تربية الكلاب إلا استثناءات، واحد اثنين ثلاثة استثناء، والأصل ولولا أنه الكلاب أمة من الأمم كما ورد في الحديث لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلها. تصور الآن كل العالم بتعامل مع الكلاب وظاهرة عدا إيش؟ بلاد المسلمين. كأنه على فكرة لما بكون العقيدة فيها خلل وفي انحراف تبدأ ظواهر، في كأنه تقديس للخمر، حتى الخمر صار يدخل في بعض الطقوس في العبادات، سواء كان عند النصارى أو عند اليهود حتى إلى آخره، كيف الأمم الثانية. طيب والزنا حريات، طيب ما هو بضر؟ لا، هذه أمور لا تبحث. طب ولا شو يبحث؟ يبحث أكل اللحوم، شرب الألبان،
مش هيك؟ أيوة. طيب الكلاب على فكرة، تصور أنت يعني من بعض الإحصائيات بلد زي فرنسا فيها 8 مليون 8 ملايين كلب، بلد زي ألمانيا 9 ملايين كلب، في دول الاتحاد الأوروبي 65 مليون كلب. الآن إشي مربي إنه الناس وإشي طب تصور هاي إيش بتستهلك الأعداد هاي، وبتزيد بتزيد، شو بتستهلك جهد، شو بتستهلك اقتصاد، وبصنعولها أغذية خاصة إلى آخره. شو تفضل 65 مليون في دول الاتحاد الأوروبي، ومستشفيات خاصة والأكل وسوبر ماركتات والتفاصيل الأخيرة، وطبعا وتفاصيل وقضية الأطباء بيطرة و و و يعني هاي مسائل الآن. وبالتالي بعض الناس اللي زار باريس بقول شو أنا كنت أتصور باريس هلا شو، قال إشي مقرف، ما هي الكلاب عايشة مع الناس في الشوارع وراح جاي التفاصيل. طيب شوف في المقابل الدين الإسلامي إيش، شوف كأنه الشيء اللي بيأمر فيه الله سبحانه وتعالى لما بنتشر الكفر الناس بتصير تقدس نقيضه. طيب ولو بدي أستمر، إنما الآن المباحات بدهم يحاربوها، والمباحات اللي الله خالقها للإنسان مش بس مباحة، خالقها لفائدة الإنسان ومصلحته. وموضوعنا هون النعم، الأنعام. بس قبل هيك انتو صرتوا تشوفوا اشي عجب في سلوكياتهم. الآن في بعض البلاد الغربية بيستطيع اي انسان يدعي يقول انا قطة، يجب انك تعامله بهذا الاساس وإلا انت عنصري، هو بيقول لك انا قطة، اذا انت احتقرته او ممكن تؤاخذ انك عنصري. انا اسد. طب انا صحيح بدي اسال سؤال، هذول بكره اللي منعوا اللحمه واجوا ناس قال انا قطه، او واحد قال انا اسد، ولا واحد قال انا نمر، منين تجيبوا له اللحوم؟ بصنعوا له لحوم. طيب والاسود هاي اللي ما بتاكل الا لحوم، وهي والفهود والكلاب والقطط والتفاصيل هاي برضو بتكون برضو كله تصنعوا له لحوم. طيب والأسد لما بأكل الغزال بدك بكرة تمنعه؟ هم قاعدين بيدخلوا. طيب والطفل الرضيع، ما هو برضع من أمه اللي هي برضو كائن حي، هاي بترضعوا حليب، انتوا بتمنعوا الحليب بكرة معناته امنعوا الرضيع. وبجوز على فكرة تستغربوا في أبوين، يعني مش معناته بس هالأبوين، قصة حاولوا قال يرضعوا الولد حليب بطريقة ما لهاش علاقة بالحيوانات، وأظن مات الولد. المهم طيب بكرة هذا حتى بده يرضع، القصد إيش؟ عم بدخلوا في سفاهة وتفاهة تفاهة. وحتى الغالبية العظمى من هذه الشعوب ما عم تستغرب التفاهة هذه اللي الآن بدأت تنتشر. إشي طبيعي، إشي طبيعي إنه الانحدار يستمر حتى تجد العجب. وهذا العجب في حد ذاته كما قلنا بيجعل كثير من الناس والبشر يدركوا فساد هذه الحضارة. وأول الناس اللي بيدركوا فسادها الشعوب اللي راح تصطلي بهذا. طيب وخلينا شوية نعرض أخيرا في موضوع خطف الأولاد اللي بيصير في السويد وغيره. ممكن تيجي تقول أنت طيب والله ممكن يكون عندهم هذول الناس مسوغات لأنهم يأخذوا الأولاد من العائلة، تصور طيب بأخذوا أولادك، طيب والله ليش قال لأنك
أنت ممكن تتعامل معهم بعنف. طب أنا ولا أمهم اللي تعاملت؟ بلكي الأب عنيف. طيب افرضوا عقوبة على الأب وخلوا الأولاد مع الأم الرحيمة مثلا، لو كان صحيح هم بدهم، ابعدوا الزوج العنيف. طب والأم شو؟ طيب الغريب في الموضوع بعد ما ياخذوا الأولاد بيبعدوهم عن بعض الأولاد، بحيث سنين سنين الأولاد نفسهم، الأخ ما بيعرفش أخته والأخت بتعرفش أختها، بيعرفوهمش. طب تفعلوا هذا الكلام ليش؟ طب تبعدوا الأولاد عن بعضهم ليش؟ بعدين ليش بتمنعوا الأسرة لسنين إنهم يزوروهم في المكان اللي هم موجودين فيه؟ يزوروهم يظل عارف إنه هذا أبوه هذا أمه، معناته إيش القصة على فكرة؟ إذا كل هذا إيش المقصود فيه؟ شو القصة معناته؟ وتصوروا يعني أنا رأيت بنت بتقول إنه أخذوني أنا وخواتي، أنا أختي ما شفتهاش من سنين، وكانوا يضربونا ونشكي، وما يضربونا ونشكي ما يسألوش فينا، وفي نفس الوقت يستعبدونا في الشغل في الأسر اللي إحنا، ومن نشكي إنه منضرب. شوفها إلى درجة إنه في عائلة بدها تسافر على بلد شرق أوسطي، بلد قصدي جنوب شرق آسيا بجوز تايلاند، بيسمحوا للأسرة المتبنية هالبنت تسافر خلص تايلاند، أما الأب والأم ممنوع يروا الولد. إيش هذا؟ شو هالأمم هاي؟ عملية بيع. وعلى فكرة ملاحدة، وأنا سمعت لشيخ أسلم من أكثر من 20 سنة ومعه دكتوراه الآن في الشريعة اسمه عبد الله السويدي، هو سويدي وأسلم من أكثر من 20 سنة وأخذ دكتوراه في الشريعة، سمعت بقول إنه 35% من الشعب السويدي 35 يعيش الإنسان وحده، يعني رجل لوحده امرأة لوحدها 35%، يعني معناته باقي النسب ممكن يكون رجل وامرأة بيعيشوا مع بعض، أب وابنه، مرأة وابنها، إنما اللي بيعيش لوحده 35%. مجتمع أولا الحادي في غالبيته العظمى، الحادي على فكرة، وبالتالي مادي، ثم الدولة نفسها الآن تتدخل في خصوصيات الأفراد، هي قالت بتحترم الفرد والفردانية، لكن في نفس الوقت إيش الدولة اللي إلها السلطة الحقيقية، هي اللي بتربي أولادك وهي اللي بتتصرف إلى آخره. على كل هذا الكلام يعني إحنا لا يمكن أن نستوعبه، الوحشية على فكرة اللي بتعاملوا فيها باسم إنهم قال إنه الأم أنبت طفلها، وين بتوصل وحشيتهم؟ يحرموا الأم من ابنها لا ترى سنين، تمام؟ في أسر ثانية ممكن ينضرب وممكن يهان وممكن كذا، يعني أصبح يعني قصة الرق القديمة هاي اللي كانت في الشعوب القديمة أرحم، الرق القديم كان أرحم. طيب الآن نرجع نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ظاهر الإثم وباطنه، طبعا احنا سبق تكلمنا في الإثم، بس ما فيش مانع انعاش الذاكرة لأنه مش كل الناس بتظل متذكرة، بس قبل ما نقول إيش الإثم، وكنا متحدثين أيضا ذروا برضو في دروس سابقة، لكن هنا إيش ظاهر الإثم وباطنه، في الحقيقة عدة أقوال للعلماء
لكن إذا بدنا نرجح قول اللي هو ممكن يعني يكون أقرب، ممكن يكون أقرب للصواب، باطن الإثم يعني النوايا، والظاهر السلوكيات، الباطن النوايا. طب ليش هو الباطن آثم؟ طبعا هو أصلا حتى السلوك الظاهر هو آثم ولا غير آثم، له علاقة بالنية. في فرق بين من يقتل خطأ ومن يقتل متعمدا، إنما الأعمال بالنيات. فبالتالي إذن باطن الإثم هو النوايا، هي أبسط قضية، ظاهره السلوكيات، فهو أمر ذرو. أيوة. إذن طب إيش الآن نيجي لموضوع الإثم؟ الإثم نذكركم إثم وأثام، أثام وجمعها آثام، مش وارد في القرآن يلقى أثام؟ إثم وأثام، أثام مش جمع، إنما الجمع آثام. طب ما هو الإثم؟ الأعمال التي تجعل الإنسان يكون بطيئا في فعل الخير، هذه الأعمال اللي سماها الدين إثم، لأن الإثم فيه معنى التأخر والبطء. الإثم فيه معنى التأخر والبطء، بتأخر بتأخر عن إيش؟ بتجعل الإنسان بطيء في إيش؟ بطيء في المسارعة بالخير، ومتأخر عن فعل الخير. هذه الأعمال الدين حرمها، ولما يقال إثم، إثم إذن معناته يدين الإسلام، يدين هذه الأعمال، لأنها من شأنها إيش؟ تجعل الإنسان في تفاعله مع الخير بطيء التفاعل، وفي فعله للخير لا يقدم أو يتباطأ في هذا الفعل. في أعمال إذن بتأثر في النفوس بهذه الطريقة. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ذر. طب أنت لاحظ، احنا سبق قلنا أنت ماسك شيء، بدنا نصدر أمر، بنقول اترك، من كل جذر، من كل اترك. طيب هو موجود أمامي الآن، بدي أتوجه له مشان أمسكه، شو بتقول لي؟ ذره، يعني لا تتوجه إليه. هذا سبق أكثر من مرة بينا. إذن هو ماسك واحد، بتقول بتمشكلوا مع بعض، ماسكه شو بتقول له؟ اتركه. طب إذا اتجه إليه من أجل أن يضربه، شو بتقول له؟ ذره، يعني لا تتوجه إليه. فلما تستقرئ القرآن في العبارات كلها هذه الكلمة، لما نفهمها إنه نترك التوجه، مين بدي؟ إذا في حد فيكم يتذكر بس آية حتى نشوف إنه بنطبق الكلام ولا لا، أي آية بتخطر في بالكم؟ ذرني ومن خلقت وحيدا. لا يعقل الخالق يقول لك اتركني ومن خلقت وحيدا. ليش احنا بنقدر نمنع الخالق يقول لك ايش اتركني؟ مش مفهومة. انما لا تتوجه الي في شأنه، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا، لا تتوجه الي في شأنه. هاتوا آية ثانية بالله. وقال فرعون ذروني أقتل موسى. شوفها، ذروني يعني إيش؟ يعني ما تتوسطوش معي حتى لا أقتله، لا تتوجهوا إلي في شأنه، لأنه كانوا يحبوه كثير من وهو أصلاً
وألقيت عليك محبة مني، وكانوا بيعرفوه من كبار القوم، فكان في مودة. ممكن بعض الناس كان يتوجه لفرعون انه يا المهم يكفي هذا. وذروا ايش؟ ظاهر الاسم اللي هو في يتعلق بايش؟ بالنوايا، يعني معناته الظاهر بالسلوك. عفوا احنا كلنا الظاهر. الظاهر السلوك. اذا ما تتوجهش لاي سلوك هو يبطئ عن الخير. مش بالضروره كانوا متلبسين بالاثم. ايوه ذر ما تتوجهش. وذروا ظاهر الاسم وباطنه، حتى النوايا من الداخل، النوايا والسلوكيات. لا تجعلوا نواياكم تتجه الى الاعمال المبطئه، ولا ولا تتجهوا في سلوكياتكم الى الاعمال المبطئه عن الخير، مبطئه عن الخير. اذا في امور الاسلام اعمال حرمها لانها من شانها انها تصيغ الانسان سلبيا، فلا يكون مبادر لفعل الخير ولا يسارع الى فعل الخيرات، في حين الدين شو بأمر؟ وسارعوا. طيب الان، طب شو علاقة على فكرة، يعني شو علاقته في الاشي اللي وذروا ظاهر الاثم وباطنه، شو علاقتها باللي قبله مثلا؟ وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم. اذا الكلام في قضية فكرة، مثل ما انه لا يجوز اباحة الحرام والتعدي بفعل الحرام، لا يجوز، كذلك تحريم الحلال. تحريم الحلال، تحريم الحلال. فانت الاصل انك تبعد في الاعتقاد والنوايا والاتجاهات والسلوك فيما يتعلق بموقفك من ايش؟ موقفك من القضية المطروحة، وهي قضية اصلا في كل الامم. هذه موضوع الذبائح والقرب داخل في الدين وداخل في الاعتقادات. ولاحظوا يعني حتى لو جينا رجعنا للسيرة، لما اشتهر عن عبد المطلب اجاءكم ولد 10، فكان نادر اذا اجا 10 يذبح واحد. ايوه 10 اولاد بشك يذبح واحد. وقصة عبد الله ابوه للرسول صلى الله عليه وسلم انه كان هو اللي بده يذبح، والقصة معروفة في السيرة بشيك، بغض النظر. إنما هذا أمر كان سائد، هذه صورة من صور قتل الأبناء، تصور قتل الأبناء تقربا إلى الله، لأنه ناذره بتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ذروا في ظنه، في ظنه آية الجاهلية. إذا ما يكونش في عند الإنسان توجه لا من ناحية الاعتقاد والاقتناع بالأمور، ولا من جهة السلوك في الأمور المثبطة عن الخير. تمام؟ إذا وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم الأعمال المبطئة سيجزون بما كانوا يقترفون. مع أنه على فكرة يقترفون سبق احنا تحدثنا فيها، اقتراف القرف القشر، قشر والقرف الاشي المقشور، والقرفة اذا بتلاحظوا هي عبارة عن ايش؟ قشر. ايوه قشر، القرفة. إذن القرف فيه معنى القشر، والقرف القشر نفسه، والقرفة. فهو يتلخص قضية الاقتراف تتلخص بأول شيء نقول الملابسة مع إيش؟ الإحاطة.
ملابسة وإحاطة، أو كرب كرب وإحاطة. طيب حتى نقرب معنى الاقتراف، والاقتراف ما يكونش برضو للسيئات، وإنما بيكون أيضا حسنات. ممكن واحد يقترف حسنة، ومن يقترف حسنة نزيد له في حسنة. آه كمان مرة، ومن يقترف حسنة نزيد له في حسنة. يقترف حسنة لأنه فيها معنى القرب والإحاطة. طيب إحنا ما بتلاحظوا نيجي منقول فلان متلبس، يعني قبضت عليه الشرطة متلبس بالجريمة، بيستخدموها ولا لا؟ متلبس هو مقترف، هو مقترف للجريمة. شو يعني مقترف؟ متلبس. شو يعني متلبس؟ يعني يا إما هو بحيط أو هي بتحيط، أحاطت به خطيئته. ما احنا قلنا هو القشرة اللي بتحيط في أصلها، مو كيف تنشأ اللغة، هي الأصل هي القشرة اللي بتحيط، فالقشرة اللي بتحيط بتكون قريبة وبتكون محيطة ومتلبسة ومحيطة. وهذا يستخدم كما قلنا. ليش قلت أنا فلان وجدت الشرطة متلبس؟ ليش؟ أيوة يعني مقترف، يعني قرب مع إحاطة، إما بتحيط فيه جريمته أو هو بحيط في المسألة. ولذلك في اقتراف للأموال. طب إيش الفرق عادي بين كسب الأموال واقترافها؟ ذاك الآية، مين بيجيب لي الآية أو جزء منها؟ وأموال اقترفتموها وتجارة. أيوة وأموال اقترفتموها. وأموال تحب كسادها. لا وتجارة. تجارة. أموال اقترفتموها وتجارة تخشون أكثر. آه أحب. طيب. بيت الشعر. ليش آه. فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب تارة ومجانبه. أيوة ومجانبه، مقارف ذنب تارة ومجانبه، لأن المقارفة قرب وتلبس، والتجانب بعد شك. نعم. والتجانب بعد. ف وأموال اقترفتموها، طب ليش مش وأموال اكتسبتموها؟ لأنه غالبا هو محبته وتمسكه مش بالمال اللي اكتسبه، لأنه كثير من المال اللي اكتسبته أنت أنفقته، ممكن أعطيته تصدقت فيه اشتريت فيه هذا المال اللي اكتسبته بشكل عام. لكن هون في تلبس، لأنه بدي يقول أحب، إذن في إشي بيمنعه، في إشي بيمنعه. وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها إيش؟ أحب إليكم من الله ورسوله. طب ما هي مش اللي اكتسبتها انا اللي هي احب، ما ممكن اللي اكتسبتها انا من فقها بشك. وما اكتسبتموها، ممكن واحد بيقول والله هذا في عمره اكتسب اموال طائلة وبنى وقام وحط وانفق وكذا، لان اقترفتموها، لانه هون بده احب اليكم من الله ورسوله وجهاد الى فلذلك اللي فيها ملابسة هون وتمسك بشدة، هون ناسب استخدام ايش؟ اقترفتموها. فطيب سيجزون بما كانوا يقترفون. بكونوا طبعا. على فكرة احنا الكسب الان مش وقته، بس هو لما قال الله سبحانه وتعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إذا بتلاحظوا لها واضح إنه لمصلحتها، وعليها ضد مصلحتها. اللي لها يكفي فيها إيش؟ لها ما كسبت، بس عليها اللي فيه نية وافتعال، فيه نية وافتعال. كمان مرة، لها يعني لمصلحتها. منين عرفنا إنه مصلحتها؟ من تعبير إيش؟ لها ما كسبت، سواء كان بنية أو غير نية مشيك إلها. وعليها المسؤولية الآن الجنائية، وعليها ما اكتسبت، يعني إيش؟ يعني كانت ناوية مفتعلة، وعليها ما اكتسبت. طيب نقرأ يا شيخ عيسى الآية اللي بعدها اللي هي الأنعام 121.
121 ولا تأكلوا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. بكفي هون شوي، عيد لي إياها. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هو ممكن يجي بعض الناس يقول لك طيب أنا بفهم إنه لابد من الذبح للشيء اللي بنأكله، الأنعام مثلا لابد من الذبح حتى يخرج مثلا، نعرف إحنا من بعض الحكمة إنه يخرج الدم، ولذلك غالبا الذبح له طريقة محددة حتى يكون أكثر ما يمكن يخرج الدم إيش من جسد الذبيحة. طيب هذا مفهوم مثلا إنه ما يكونش فيه ضرر، لأنه على فكرة اليوم إذا بتلاحظوا أكثر الفحوصات اللي بيعرفوا منها الأمراض بتكون بالبول وبالدم، مش هيك؟ لما بدهم يعرفوا شو في أمراض وشو في شو في شو في شو في فحوصات أكثرها بول ودم، ودم أكثر، ودم أكثر. المهم طيب هاي مفهوم مثلا ممكن لصحة الإنسان، ما هو الدين أباح الطيبات وحرم الخبائث. طيب هون انه ذكر عليه اسم يعني اهل به لآلهة، من ناحية مادية وين الضرر؟ او تعمد ان لا يذكر اسم الله، اسم الله وين؟ اذا في قضية التحليل الحلال والحرام مش كل شيء يعني انه له أثر مادي، وممكن يكون له أثر وإحنا مش دارين، بس أنا بتكلم ما يظهر لنا. لا، وين الجانب الاعتقادي؟ وين الإيمان والجانب الاعتقادي؟ تمام؟ تصور هون، هون ظاهر الأمر. طب أنا ما تعمدت أن لا أذكر اسم الله، شو الضرر المادي فيها؟ ليش هو الحلال والحرام بيرتبط؟ شو في ضرر مادي؟ ما في ضرر أعمق، ضرر في عقيدتك، ضرر في سلوكي. ولذلك هو المجتمعات الغربية هي لا يكون إشكالياتها اليوم في إنه ما فيش عندهم علوم، ما فيش رعايات صحية، ما في. هو هيك معظم مشاكلها منين جاي؟ من الجانب الاعتقادي والفلسفي، مشاكلها جاي من هون وانهياراتهم من هون. فهون ايوه. طيب من الناحيه الفقهيه على فكره نلاحظوا ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. على فكره الجمهور اقصد مثلا الاحناف، المالكيه، الحنابله، الجمهور على انه يجب ذكر اسم الله على الذبيحه. احنا سبق قلنا إنه شو معنى من بعض معاني ذكر اسم الله، إنه لاحظوا الخالق المالك المتصرف الواهب أذن سمح بالذبح. أما عادي الوثنيات وغيرها ويقعد يقولوا حيوان وبشعر وبشعر شو كذا، لا، هو خالقها سبحانه وتعالى لهذا الأمر. أيوة مخلوق لكم مين؟ إذن إحنا بنذبح باسم مين؟ باسم المالك الخالق الواهب الآخر هو. تمام. وإيش سمى إذا كان على فكرة لم يذكر اسمه؟ فسق. أيوة، وإنه لفسق. طب في محل ثاني في القرآن أو فسقا أهل لغير الله به. طب هون صار قضيتين، فسقا أهل لغير الله، يعني لما أهل إيش؟ لما بذبح بذكر اسم مين؟ غير الله. بذبح للات ولا بذبح للعزة؟ ما هو حتى في زعمات كانت تقول عن نفسها آلهة مثل فرعون وغيره،
وفراعنة اليوم هم طيب يعني هيك الهاء في إنه الهاء بدها في مرة تعود على التصرف وهو الذبح بغير اسم الله ومرة بدها تعود للمذبوح. أيوة يعني حتى لو فعلا لو وجهت التنتين زي ما بدك بمشي. يعني القصد إيش؟ إنه لفسق. أولا إيش الفسق؟ خروج عن وظيفة هو فيه خروج عن أوامر الشرع، خروج عن الطاعة. إذن هذه مسألة يجب أن يطاع. في واحدة منهم متعلقة بالجانب العقائدي، إذا أهل لغير الله هذا شرك، بالتالي يخشى أنه خرج من الدين. شوف أهل لما تذبح أهل لغير الله باسم الصليب، باسم عيسى بن مريم، باسم بوذا، باسم انت بتذبح باسم المالك الرازق الواهب خلق لك واجاز لك واعطاك حرية التصرف، ولا بتشرك بوذا، ولا بتشرك المسيح، ولا بتشرك كذا الاخري من صور ممكن مختلفة. فاذا هو فسق. اما والفسق بيحتمل، على فكرة بيحتمل الفسق ان يكون خروج عن الدين او خروج عن الطاعة بدون خروج من الدين. خروج عن الطاعة بدون خروج عن الدين، ولذلك بنستخدمها احنا احيانا، او بيستخدمها حتى الدين، بوصف الكفار انهم اهل فسق، وبوصف كمان يعني مؤمن عصى زي ان جاءكم فاسق بنبأ. يا مثلا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ، هذا الفاسق مش بالضرورة يكون كافر. فهون في الآية الأولى لاحظوا أو هون عندنا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. طيب وفي الآية اللي ذكرناها أو فسقا أهل لغير الله به. طيب واحد الشرك والثانية طيب افرض انه المسلم لما جاء يذبح نسي انه يذكر اسم الله على الذبيحة. الجمهور اللي هو جمهور المالكية والشافعية جمهور المالكية والحنابلة والأحناف انه هذا ناسي، بالتالي ذبيحته فيش اشكال فيها، عمره ما بيكون اصلا الناسي فاسق او فعله فعل فسق، مش عمره ما بيكون الناسي اصلا، والله سبحانه وتعالى رفع اللي هي الحديث ايش رفع عن امتي في اكثر من صيغه رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. تمام. إذا الجمهور إذا بكون المسألة مجرد نسي فيش إشكال، لكن في ناس مثل أظن ابن حزم الظاهري من كل لك نسي ولا ما نسيش أي خلص. أما الشافعي حتى لو كان متعمد المسلم ترك الذبيحة ترك التسمية ما فيش إشكال، هي سنة. شوفها أنت بتترك سنة. هناك يجب، عم بقول الجمهور يجب إنك تسمي، إلا إذا كنت ناسي هذا موضوع ثاني. الشافعية بقول لك لا، حتى لو أنت متعمد تركها أنت تركت سنة. فإحنا إذا لا ما هو الآن مش وقت مناقشة الأدلة، ولكن لما بتنظر في الأدلة بتجد الجمهور أدلتهم أقوى. أما مشان سؤالك يا شيخ وطعام الذين أوتوا
الكتاب أهل لكم. طيب طيب ما هم أهل الكتاب ممكن ما بسموش هيو أباح لك، يعني هذا من الأدلة اللي ممكن يطرحوها، بس يرد عليهم بهذا الكلام إنه إذا كان زي ما قضية إيش، هل يجوز الزواج بمشركة؟ لا يجوز، استثنى منها الكتابية مع أنها مشركة، استثنى الكتابية مع أنها مشركة. بس هم بيسموش أهل الكتاب، ما هو يعني هلقيت إحنا بشكل عام حتى ممكن يهل، إذا أنت بتسمعوش بجوز ممكن يهل لغير الله، بس أنت بتسمعوش، بس إذا سمعته في حق، إذا سمعته بهل، أنت ما سمعتوش بذكر إشي ماشي من أهل الكتاب، لكن سمعته بهل لغير الله هذه الذبيحة بالنسبة إليك أنت حرام. ما هو مش موضوعنا الآن نستفيض في أحكام هذه المسائل، لكن لا شك أنه يمكن الرد على استدلالات الشافعية في هذا الباب، لكنه لازم يعرفوا الناس أنه موقف العلماء كل واحد حاول يقدم أدلته، بس مش موضوعنا هنا نناقش الأدلة الفقهية. طيب وإنه لفسق، وعرفنا الفسق، كمل يا شيخ. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طيب أنهم الشياطين شوي بالله، هاي الآية هي 121، بالله يا شيخنا قرأنا 112. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. شياطين مين؟ الإنس والجن. كمل. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذن وإن الشياطين، لحظة، هاي استخدام ليوحون بشيك؟ نعم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي، أساليب الإيحاء وتوصيل الأفكار، ومرات بدخلوها، بدخلوا الأفكار على فكرة بطريقة خفية لا تدركها. اليوم مثلا من شياطين الإنس بيعمل لك فيلم، وبيجيب لك بيعمل لك فيلم وكيف، أو بيزور مسالخ، بعض المسالخ في الغرب، وبخليك تشعر كيف إنهم بيعاملوا الدواب معاملة سيئة. فأنت طبعا لما بتشوف هذه الشوفة بتصير تقبل أدلة النباتيين والتفاصيل، وإنه هاي وحشية وذبح الحيوان، مع إنه إذا بتلاحظوا في الدين الإسلامي أيوة لا يجوز أصلا إنك تعذب الحيوان. وبتجي على فكرة المسلمين اللي بيذبحوا حتى ما بيجعلوا الذبيحة ترى الذبيحة الثانية أمامها، وكذلك السكين، هو فقط تجد فيه رحمة في الموضوع. أما يصوروا لي بعض المسالخ في الغرب وبتعاملوا على فكرة بوحشية، فعلا ما وحشية أحيانا، مش من أجل إنهم يوحوا لك بالأفكار اللي بدهم إياها، لا، أنت هناك حاسب الناس اللي بتعاملوا مع الحيوانات، حاسب اللي بتعاملوا بوحشية. طيب وفي ممكن يعمل لك أفلام، ممكن يكتب لك قصة، ممكن يعطيك محاضرة ويكون قصده يوصلك لنتائج. طيب لاحظوا شياطين، ما يروحش بالنا لشياطين الجن، لأنه هون في الآية اللي قبلها قدم شياطين الإنس على
على شياطين الجن وكله يوحي، لأن شياطين الجن برضو بتقدر تتصل وتعطي أفكار، لكن الإنس أخطر بوسوس لك بمليون كنال قناة. التوكيد بأن حتى ما نظن أنه هذا شيء مصادفة، وإن انتبهوا، إذن هناك في تخطيط وفي عمل مدبر جميل، وفي إرادة سيئة ونوايا غير سليمة لهذا العمل. أيوة ممتاز. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. ما هو على فكرة مين بتجاوب مع الأفكار، مع الأفكار المنحرفة؟ اللي هو منحرف أصلا جاهز. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه. شوف ها بصير الرضا بعدين الاقتراف. يعني هاي على فكرة في شرحناها خصوصا في كتاب سياحة الفكر برضو الآية هاي. فهون طيب هو لأنه بتصوروا الناس أنه هذا كلام عن الأمم القديمة، هي صرت اليوم أمامك في المعركة القائمة، إنه الحاكمية لله ولا الحاكمية للطغاة؟ ده مين الحاكمية؟ لله ولا للطغاة؟ واليوم الطغاة بدهم إيش؟ يستعبدوا البشر، بدهم يستعبدوا البشر. فهون وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم إيش؟ ليجادلوكم. معناته عم بيوحوا بأفكار، هذه الأفكار تصلح لإيش؟ يجادل مين؟ شوف والله شوف ما أجمل هاي، ليجادلوكم باعتباركم ايش انتوا على فكرة؟ ايوه حملة الحق. تصور انت باي طرف شوف ما اجملها، ليجادلوكم يشوش قناعاتك وسلوكك، انت يعني انت اللي من جهة الحق. طيب ليجادلوكم وان اطعتموهم، استخدمت ان هاي اللي فيها ايش تشكيك، واللي هي الندرة يعني تقليل غير عن اذا. تمام اذا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. شوف القضية قديش ضخمة في قضية الحلال والحرام. الإطاعة في الحلال والحرام إشراك. إذا الله أنت تعرف إنه هذا حرمه الله، يعني تصوروا إنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى حرم شرب الخمر وبيشرب، ولكنه يشعر بتأنيب الضمير، ويعني ولا يدافع ويكر بالحرمة. في المقابل في آخر ما بيشربش الخمر ويروج ويحاول يقنعك إنه لا أبدا، مين قال لك الخمر حرام؟ هذا الثاني كافر، هذاك عاصي. والرسول حتى صلى الله عليه وسلم قال عن اللي كان يؤتى به فيجلد يشرب الخمر، ولما سبوا نهى عن سبه. ليش؟ لأنه بحب الله ورسوله، بحب الله ورسوله. هذا لو سألته حلال ولا حرام بيقول لك حرام. الله يتوب علينا. وهذول الجماعة هاي كررتها اليوم، وهذول الجماعة اليوم اللي بيروجوا للشذوذ، اللي بيروجوا للشذوذ الشاذ أشرف منهم. هو الشاذ فيه أشرف الشاذ الشاذ أفضل منهم. الشاذ ممكن تجده باحث عن العلاج، بينبو ضميره، بتستر، واضح، بيستشير الطب، بيساعده الطب النفسي كمان. طيب أما اللي قال يعني مش شاذ وبيدافع وبيروج ذكورا ونساء، هذول خرجوا من الدين، هذول خرجوا من الدين مش مسلمين. وشو بترتب على انه خرج؟ مسائل كثيرة. ويا ريته هو فقط خارج من الدين، بل هو محادد لله ورسوله، يعني عدو. وفي فرق، في كفار هو كفار لكنه لا يعادي ولا يحادد، لا هذا بكف وجهك وبيروج ويحبون ان ايش؟ التشيع الفاحشه. التشيع البروج المخدرات عقوبه اصعب كثير. ايوه المخدرات ايوه صح.
اللي بيشرب مخدرات ممكن يمسكوا الشرطة وكذا ويودوه على مؤسسات علاجية وبعد ما يشوفوه استقام روح، لكن التاجر والمروج في إيران إعدام في بلاد كثيرة في بلاد بتعدمه بغض النظر مين، لكن كلك بتعتدي على حياة الإنسان الله بيبكوا كاتلين الملايين، لكن كلك حياة الإنسان وحقوقه وكاتلين الملايين ما انا قلت لكم في بهمش احصائيه قديمه ذاكرها في درس قديم بجوز اكثر من 10 سنين اكثر في برنامج بالانجليزي حضرته تلفزيونيا 20% من الاطفال الرضع اللي يقتلوا كل سنه في الولايات المتحده القاتل اما الاب او الام عمدا، وجابوا لك كاميرات في داخل مستشفيات وصوروا أكثر من حالة لأم بتحاول تقتل طفلها الرضيع وبيدخلوا الشرطة لأنه الكاميرات 20% أطفال رضع. طب هذول اللي قتلوهم ونعرف 20% وكديش في منهن بقتلن أطفالهن بعد ما تولدوا مباشرة بدون ما حدا يعرف إيش الشعوب إيش أنت تحكي لشعوبنا هذا الكلام بتصوروه. السويدي على فكرة السويدي ممكن على فكرة مش فاهم ممكن إيش مش فاهم مش فاهم إنه إحنا شعوب في قضية العلاقة بالابن والبنت وهالتفاصيل أولادنا علاقة يعني من ضحي من أجله مش زيهم أصلا قتلة الواحد بتصير بنته 18 بقولها شو بعدك بتسوي عندي ايش، واحنا الواحد قال كان بنته عمرها 90 ليش عمره قديش هو 120 الاطفال الرضع اللي بيموتوا ولا من كل الاطفال الرضع الاطفال الرضع اللي يقتلوا مش يموتوا اللي يقتلوا القاتل الاب والام او الام الاب او الام او اثنين معا، وجابوا لك اشياء مصوره كيف ام ناصحة هيك دخلت على ابنها في المستشفى وبعد ما تأكدت فيش حدا غيرها جلست فوق الرضيع وهي ناصحة على طول طبعا هم التصوير براكبوا دخلوا انقذوا الولد اسباب كثيرة طبعا اسباب كثيرة يعني عم تنتج. طب منين تيجي هاي النفسيات بهذه الطريقة منين، ولا اللي بتولد ولد على فكرة وبتكون عايشة في الطابق 100 ها بتولده بتمسكه من رجليه وبترميه في المنور في الزبالة يعني شعوب، وبالتالي في قوانين عندهم وفي تفاصيل وحضارة الآن شوي شوي عم بتتضح والحمد لله الأمة عم بيخرج الفساد من نفوسها كانت في الأول مخدوعة، ولذلك الناس مقبلة على معرفة الحق في العالم كله طيب من خلال ظهور الأمراض هاي. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون شرك. طيب الآن معناته على وجه السرعة لأنه الوقت يا سبحان الله خلينا يا شيخ واحد يقرأ إن الآية 6 الزمر خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أي عجيبة خلقكم لحظة من نفس واحدة آدم ثم جعل منها زوجها حواء وأنزل لكم شيء عجيب وأنزل لكم من الأنعام أنزل لكم
من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم. الآن يخلقكم ترجع لمين؟ لا للإنسان والأنعام. طب ليش استخدم صيغة العاقل؟ لأنه لما بيجتمع العاقل وغير العاقل يغلب إيش؟ يغلب العاقل. إحنا هذه الآيات مهمة الآن ولو زدنا شوي. يغلب العاقل. لاحظ إذن ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام. هي أصلا ليش أنعام؟ ليش أنعام؟ لأنه إيش؟ لأنه على فكرة هي طيب العيش وصلاح العيش. أيوة وهي شيء منعم به على البشر فهي أنعام. وبالتالي هذه الدعوات الباطلة كيف بدها تنجح في بلاد المسلمين؟ كيف بدها تنجح بدون هالحياة خشنة؟ أيوة بدون هالحياة خشنة بدون صعبة بدون هكذا. وبالتالي شوف ممكن هذه الآية على فكرة إنه يستفيدوا منها البشر. عم بتكلم عن قضية الزوجية كيف إنه خلق نفس واحدة وبعدين زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم أنتم والأنعام في أنتم والأنعام في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق قوانين. هذه اختصاصك يا شيخ في المسألة الأجنة والتفاصيل كيف هاي برضو يخلقكم أنتم والأنعام في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات. سبق شرحنا في ظلمات ثلاث في درس من الدروس. ذلكم الله شو تصوروا ذلكم عارف إيش هون ذلكم تعظيم تعظيم ذلكم الله ربكم الرب اللي خلق بهذه الطريقة له الملك. وبالتالي مين اللي بيأذن؟ الله له الملك لا إله إلا هو. مين اللي بيحل المحرم؟ دققتوا؟ ذلكم الخالق المبدع العظيم الشأن ذلكم الله ربكم. طيب له الملك هو كيف؟ له وحده له وحده أيوة قدم له له الملك مش هو المالك هو اللي إذن لكم. طب تقولوا لي شو علاقتهم؟ هو عم بيقول لك بسم الله تمام له الملك لا إله إلا هو. لأنه قبلها شو كان بيقول؟ أو يعني في 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 في, في الآيات اللي إحنا كنا نشرحها وإن أطعتموهم إنكم لمشركون لا إله إلا هو فأنا تصرفون. أنا كيف ومتى ومن أي جهة شو اللي صرفكم عن الحق؟ وبالتالي اليوم شو اللي بده يصرف اليوم بدخلوا لك من مليون مدخل. أنا على فكرة ممكن تأتي بمعنى كيف أو يعني أو الجهة أو متى فأنا سواء كان يعني متى كان التحريم من أي جهة دخلوا لكم كيف بيحصل هالكلام فأنا تصرفون. نيجي للآية الثانية تقرأها يا شيخ الثاني اللي هي الشورى 11 دققوا معي نفس المعنى. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهي آية على فكرة هاي آية في العقيدة آية مركزية ليس كمثله شيء آية مركزية والكلام الآن عن قضية الأنعام في هاي الآية. لاحظوا فاطر السماوات والأرض جعل لكم ما هو الفاطر برضو ولا الآن ما عناش وقت. طيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم هاي كمان لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. شو هذا الأنعام أنا شايفها؟ طيب يذرأكم مين يذرأ مين؟ التنين
هناك يخلقكم يذرأكم أنت والأنعام. طيب يذرأكم فيه في الجعل هذا اللي هو قانون الزوجية. شو يذرأكم؟ الذرء. الذرء فيه على فكرة إظهار مع بث ونشر. الذرء أول خطوة إظهار، يظهر ثم يبث وينشر. أنتوا والأنعام بالقانون نفسه، قانون الزوجية، قانون الزوجية يكثركم أنتوا اثنين، إحنا وهم. القانون نفسه قانون الزوجية. طبعا هناك برضو تكلم في الآية اللي قبلها. إذا دققوا معي الآن. بناءكم الجسماني لكم. والعجيب إن الآية الخطيرة جدا وفي العقيدة. تمام؟ كمان مرة قرأنا يا كمان مرة يا شيخ. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقانون الزوجية هذا من أعظم القوانين في إثبات الخالق. الزوجية أعظم القوانين في إثبات الخالق. أعطيني هاي بالله. هاي. أيوة. إذا كان بهاي البساطة، في هاي البساطة تيجي بتعمل بهذا الشكل وما بتجده، أوف 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 أوف. أنت ممكن تقتنع أنه هاي جت صدفة؟ لا طبعا. شوف قديش بسيطة. ممكن تقتنع. والزوجية سبق قلنا إيش هو الزوج؟ اثنين كل واحد يكمل الثاني وظيفيا. هون في في كمال في تكميل وظيفي ولا لا؟ طبعا. هاي لحظة، شايف تكامل وظيفي، هاي زوجية. قانون الزوجية من أعظم القوانين في إثبات الخالق. لأنه لما تيجي تقول لي مثلا الإنسان الذكر والأنثى، مثلا البشر، الحيوان المنوي 23 كروموسوم، ومتحدثناش عن الجينات بالآلاف مش هيك؟ 23 كروموسوم وعليها قديش جينات؟ نقول 50,000 مثلا. وفي البويضة 23 كروموسوم وجينات تتحكم بصفات إلى آخره. بلتقوا وإذا به بخرج الإنسان كامل. هذا قانون الزوجية في قضية إثبات الخالق حتمي، ما فيش مجال. طب هاي مصنع، هاي موجود هون، موجود هون، ضيفهم لبعض. هاي الإنسان، هاي الإنسان. ومعقد هذه بسيطة. لكن لما قلنا 23 و23 46، طيب وشو فيها جينات وراثية بالآلاف؟ يعني 50 و50 مثلا ممكن يوصل 100 مثلا. بس هون هاي بسيطة، هاي شغلة بسيطة، هاي ما حدا بقدر يصدق انها جت صدفة. اما التعقيدات الهائلة، وفي النهاية هذا لون الشعر، هذا لون العيون، هذا الطول، هذا القصر، هذا كذا، هذا كذا، صفات كذا. قانون الزوجية. اذا لاحظوا، ومن الأنعام أزواجا يذرأكم يكثركم يظهركم ويكثركم ويبثكم فيه. في هذا القانون جعل لكم اللي هو قانون الزوجية ليس كمثله شيء. شوفها وهو طيب. وإحنا طبعا ليش ركزنا وهذا الأصل؟ إنه لأنه المسلم هو الآن اللي مرشح ينقذ البشرية من مما هي فيه من مؤامرات عليها، وخصوصا أنه هناك قوة شيطانية. قال اشتهر تعبير المليار الذهبي، يعني كثير الآن، أنه 8 مليارات البشر كثير، لازم نخليهم مليار بس. طب ليش؟ إلى آخره. وصحيح، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإنسان على فكرة، وما بث الله سبحانه وتعالى في حوله من
طاقات هائلة، البحار بعد ما استفادوا منها، وما على الكرة الأرضية اليابسة من ثروات لا تقدر بما في البحار اللي بعدها بكر. والعلوم اليوم بتحل لك الإشكال على قضية غذاء مثلا غاز الميثان اللي بيقولوا إنه طيب أنتوا قديش بدكم تخففوا من عالم الحيوان هذا بيطلق غاز الميثان، بيقول لك بدنا نقلل 25%. طيب ومن المصانع اللي بتصنع هاي الأوروبية وكذا ومن 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 طيب هاي لها حلول، لها حلول. المهم أصلا الناس اليوم على فكرة لما بتيجي بتشوف قديش يذبح في العام من الأنعام وغيرها في زيادة على عدد البشر يا زلمة، ما بيحتاجوش البشر هذا الكلام، في مبالغات في مبالغات. فهاي إنه يكون في سياسات كيف أنا أخفف موجود، وحتى في بعض الناس عم بيقترح إنه ممكن إحنا نطعمها من الكذا وكذا فيقل مثلا خروج الغاز اللي أنتم بتزعموا عنه إلى آخره. على كل وآتاكم من كل ما سألتموه، كل مطالبك موجودة وأن تعدوا وقدر فيها أقواتها. نعم. فهون بس خليني أقرأ على وجه السرعة بعض الآيات اللي لها علاقة بالموضوع. لاحظوا هود عليه السلام إيش بيقول لقومه، هود يعني من فجر البشرية، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. تصور أمدكم بأنعام وبنين وقدم الأنعام، وقدم الأنعام وجنات وعيون. هاي آية. طيب لاحظوا هون قل لا أجد، قرأنا إياها يا شيخ 145 الأنعام. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وسبق شرحناها على فكرة وقلنا إنه هون المخاطب فيه مش المسلمين، شرحناها وشرحنا قل تعالوا أهل الكتاب، قل تعالوا أتلوا. تمام. اللي بده برجع موجود الشريط شرحنا هذه الآية، مش المقصود في المسلمين، عم بتكلم مع الأمم الثانية وأهل الكتاب والتفاصيل. هذا حبيت ألفت الانتباه قلت تعالوا. بعدين نقرأ الآن لاحظوا يا أيها الذين آمنوا انتبهوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. تصور عم بوصينا يا أيها الذين آمنوا، هو هناك قال إن كنتم مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. والاعتداء قلنا إما في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. طيب الآن خلينا أقرأ آيتين كيف إنه الإنسان يعتدي وبوصل فيه الاعتداء إلى الاعتداء على في قتل الأبناء. والآن أكثر شعوب بتقتل على فكرة أبنائها الشعوب الغربية. أصلا الدليل عليه أنه نسبة الوفيات أكبر من المواليد. ولما بتقرأ عن الإجهاض والتفاصيل في كل مراحله وبالملايين وطبعا وبعد ما كمان يولد وبعد ما يولد. طيب وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. شوفها هو ليش بده يلبس عليك الدين؟ لاحظ هم ما يطرحوه وفي جدالهم مشان يلبسوا عليك الدين، فننتبه. لاحظ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم ذكورا وإناثا أولاد شركاؤهم اللي كانوا يزينوا. طيب ليردوهم، ما هو ممكن تتخذ أنت بشر شركاء
كن قال لك القانون الدولة شرعت القانون والدولة شرعت. طب ما الله شرع تضع انت الطواغيت ما هم ما هو اصلا النظم كله طواغيت كل حتى لما بتختاروا الشعوب هم بيمسحوا ادمغتها بالاعلام وما بيصعد الا هاي بتلاحظوا في الولايات المتحدة كأنها لعبة تنس جمهوري ديمقراطي جمهوري طب والشعب هو فيش غيرهم هذول اثنين يعني مثلا لا لأن المتحكمين راسمينها يا هذا يا هذا طيب وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا إذن إياكم تحزنوا ولو شاء الله ما فعلوا هذه حكمة الله في صراع الحق والباطل طيب فذرهم وما يفترون لا تتوجه إليهم في افتراءاتهم القضية محسومة طيب الآية الثانية نختم فيها قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا شوف هذول أثريتوا بتعايشوا مع بعض لما بصير يحرم الحلال بصير يقتل الأولاد كيف بأي صيغ بأي صيغ قتل طيب لاحظة لذلك كنت تلاحظ مثلا الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة في موقفه من الإجهاض غير عن الحزب الديمقراطي الديمقراطي فيه إلحاد أكثر هذولاك يعني فيه قال يعني فبتجد مين دائما اليسار الملحد اليسار الملحد ما هو هذا اليسار إيش يسار ما هو برضو لازم نوضح هو كله يمين في ولكن انقسموا هاليمين إلى يمين ويسار هاليمين اليسار اليوم ملحد وأقليات وتفاصيل وهو اللي بده شذوذ وهو اللي كذا الأخري هو بده الإجهاض وقتل الأولاد وكذا وتحريم اللحوم وبده يطعمونا يطعموهم قصدي حشرات زي ما قلنا في المرة الماضية لاحظوا قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله خصوصا لما بينسبوا للدين بكرة بيطلبوا فتاوى بيطلبوا من فتاوى ها بيطلبوا فتاوى بكرة افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين يعني حبيت هذا الكلام على ضوء الصراع القائم الآن انه هل الحاكمية لله ولا الحاكمية للطغاة المسلمين هم اذا صح التعبير هم الاجسام المضادة في جسم البشرية اللي بدها تمنع كل هالفساد والحمد لله هو الطغاة في يوم من الايام ظلموا وبطشوا وابنائنا انتشروا في العالم كله بس الان لما صار فيه وعي وعلم في العالم كله صاروا ينيروا وصار لهم مواقف وصاروا يلفتوا انتباه ففي حكمة الله سبحانه وتعالى فكرة حكمة الله سبحانه وتعالى وأخيرا هاي قضية السويد في قضية الأولاد وخطف الأولاد ومش بس السويد ما هي وغيرها هذه هي على فكرة من بعض سيئات الأنظمة الجاسوسية ولا إيش اللي اضطر أبنائنا يهاجروا من بلادهم إيش اللي اضطرهم حتى تعرفوا أن وجود الطغاة مفسدة مستمرة ولكن برضو تصوروا أنه بعضهم يغاض أنه المسلمين اللي هربوا من الطغيان لبلاد الغرب في منهم زي الإمارات صاروا يلحقوا ويقولوا للغربيين أنه هذول ديروا بالكم منهم وصل فيهم الفجور في الإمارات أنه وزير خارجيتهم خاطب الغربيين والساسة أنه انتبهوا للمسلمين هذول أنتوا ما تسكتوش عليهم حتى وهو الفاسد وهو من أمثاله من الطواغيت في العالم العربي غالبا أكثر منه الإسلامي اللي على العروش هم أساس الفساد وهربوا أبنائنا وانتشروا في العالم كله لما بدوا يشوفوا أنه بغرسوا بنبتوا الشياطين ما قدرت تحتمل لدرجة أنه زي ما قلت وزير خارجية الإمارات بخطب في الزعمات الغربية وبيحرضهم من المسلمين هيك بإطلاق أنه انتبهوا لهم هدول ما قدر يصبر حتى لكن هي على فكرة القضية محسومة الله سبحانه وتعالى بده يكشف كله في النهاية حتى تكون الأمور صح كيف قريش بدأت كانت تخرج وتحرض القبائل على الرسول صلى الله عليه وسلم
وآخرها لما أحاطوا بالمدينة وبعدين هزموا. بعدها الرسول إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ اليوم نغزوهم ولا يغزونا. وعلى فكرة يبدو أنه هذه من إشارات نغزوهم ولا يغزونا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.